خلونا نكمل باقي فقرات على الشباب. ونكمل باقي فقراتنا وصولا الى التكنولوجيا، الفقره المميزه اللي نخصص لكم لها الخاصه بالتكنولوجيا وجديد الابتكارات اللي تقدمها الشركات مع الكاميرا الجديده اللي تلكم اياها اليوم. مثل ما تشوفون هي من شركه سامسونج، هذه الكاميرا مثل ما تلاحظون شبابنا هذه الكاميرا من شركه سامسونج، تحديدا اسمها NX10، كاميرا جدا مميزه، الصوره بحجمها بشكلها كذلك خفيفه، يعني تنفعنا نحن الشباب انه مثلا اذا نطلع طلعات سريعه ناخذها، حتى اللي محبي التصوير اللقطه اللحظيه هذه اكيد بتفيدكم فيها هذه الكاميرا بشكل كبير، لان مثل ما قلت الصغيره خفيفه شكلها انيق جدا، تجمع ما بين الابداع والجوده العاليه في التصوير. مثل هذه الكاميرات اكيد يكون في اقبال شديد من قبل الشباب عليها، لكن هذه الكاميرا شوي مميزه، بس ليش؟ لان فيها العديد من المميزات مثل ما ذكرت، الابداع والجوده العاليه لوجود خاصيه الضبط التلقائي او بالاحرى الاوتو فوكس الموجوده هنا على العدسه. مثل ما تشوفون شباب لو موجود الاوتو فوكس، هذه خاصيه خاصه بالضبط التلقائي، بحيث انه مجرد ما ان نشغل هذه الخاصيه ما يحتاج نسوي نحن نعدل الزوم او نضبط تفاصيل هذه الصوره اللي نلتقطها، لا على طول الكاميرا تلقائيا تاخذ التفاصيل معينه، وطبعا تتميز بوجود السرعه اكيد العاليه. خلينا الحين نستكشف هذه الكاميرا، طبعا نفتح اول شيء غطاء العدسه، نقدر نفتح هذه بعد ونجذبها علشان مثلا الإضاءة وغيرها من الأشياء فتصير بهالشكل مثل ما تشوفون. كذلك من أهم ما يميز هذه الكاميرا أن دقة التصوير فيها تصل إلى 14.6 ميجا بكسل، طبعا شاشتها شاشة مميزة مثل ما تشوفون شبابنا هني، شاشة عرض مميزة من نوع أموليد بقياس 3 إنش تقريبا، طبعا هذا الشيء يتيح المشاهدة في الشمس حتى مثلا الأماكن اللي فيها شمس أو إضاءة قوية، هالشيء يتيح لكم المشاهدة عن طريق هذه الشاشة المميزة. الحين نبدأ نشغلها، طبعا التشغيل يكون من هني كالعادة في كل الكاميرات الاحترافية بهذا الشكل، نشغلها مع الأون، هذه هني عدة وضعيات مثل ما تشوفون، نقدر مجرد ما أن نلف الدائرة هذه تتغير عندنا الوضعيات، مثلا عندنا الفيديو فائق الوضوح HD تحديدا، كذلك عندنا عدة وضعيات أو بالأحرى المود اللي يميز الصورة بطبيعتها، نوعيتها، تفاصيلها أو حتى دقتها، عندنا أكثر من وضعية للتصوير مجرد ما أن نلف هذه الدائرة. كذلك بالنسبة لأهم ما يميز هذه الكاميرا عندنا الأشياء الأساسية الموجودة في كل كاميرا، مثل ما تشوفون هذه الأزرار الموجودة عندنا، مثل ما قلت السرعة والجودة، خاصة الكاميرا اللي تجمع ما بين الإبداع وكذلك عندنا التصوير في نفس الوقت. مثلا لو نصور الحين أنا أقدر ألف الزوم مثل ما تلاحظون، أقدر ألف بيدي وأقدر عن طريق الأوتو فوكس التلقائي تحديدا. الحين أعرض لكم الصورة هذه، طبعا عرض الصورة مثل ما تشوفون شبابنا، هذه الصورة اللي صورتها لكم، طبعا هذا مصورنا مع الكاميرات. أنا بالنسبة للألوان شبابنا أكيد تسألون عن الألوان، هي موجودة باللون الأسود هذا اللي وياي، النوت البلاك وكذلك الفضي التنتن سيلفر، طبعا الألوان جدا مميزة، تمنحكم فرصة كبيرة في أنكم تستخدمون هذه الفرصة وهذه الكاميرا المميزة والخفيفة والأنيقة كذلك بسعر جدا رخيص وكذلك بألوان حلوة، يمكن تترجم شخصياتكم وأفكاركم كشباب. هذا كانت محتوى في فقرة التكنولوجيا، أتمنى فعلا أن هذه الكاميرا من شركة سامسونج مثل ما ذكرت تحديدا NX10، أتمنى فعلا أنها تنال على إعجابكم. شركة نتجير شبابنا اليوم ويايش هذا الجهاز المميز اللي هو رانج ماكس دول باند ويرمس ان مودم راوتر، ادري الاسم طويل، مثل ما تشوفوا الاسم وياي هنا مكتوب، طبعا مثل ما ذكرت هذا الجهاز من شركة نتجير والمناسب حتى للالعاب عبر الانترنت وتشغيل كذلك الفيديو على الدقة والنقل الامن للبيانات الكبيرة. يتميز هذا الموجه او الراوتر بنافذ انترنت وجيجا بت، مثل ما تشوفون هذه المنافذ الصفراء ويانا أكيد منافذ مدمجة، بحيث يتيح لهواة الألعاب ومحبيه كذلك عندنا وسائل الإعلام، بحيث أنه
عن طريق هذه المنافذ نقدر نشغل تطبيقات النطق الترددي العريض والمكثف المتعددة بشكل تلقائي جدا. كذلك يتميز هذا الجهاز شبابنا بتقنية الموجة الثنائية واللي تمنع تدخل الترددات من الأجهزة الثانية المنزلية اللاسلكية مثل أن الهاتف اللاسلكي أو المايكرويف. فكل هذه الأشياء يؤدي ويضمن لكم عدم انقطاع عندنا الشبكة واتصال الإنترنت طبعا بواسطة المميزات الخضراء. وكذلك عندنا أنظمة الضبط الثلاثية القابلة لتعديل الطاقة والنطاق بحيث يمكن للموجة تخفيض طاقة الإرسال اللاسلكي بنحو 75% بالمقارنة مع موجة يقوم بالإرسال بطاقته القصوى. وتقوم كذلك البدالة الخضراء جيجابت ذاتية الاستشعار بتعديل هذا الاستهلاك للطاقة بشكل أوتوماتيكي اعتمادا على طول الكابل والمنافذ غير المستخدمة. كذلك تتيح وظيفة الريدي شير الدخول عالي السرعة على محرك القرص المرن الناقل التسلسلي العامل USB مثل ما تشوفون هذا الظهر جاي هنا طبعا من اي جهاز على الشبكة. هذه كانت اغلب المميزات يعني نبذة سريعة قدمناها لكم خاصة بهذا البرنامج او هذا الموجه عفوا من شركة نتجير. وصلنا شبابنا الى مساحتنا اللي دائما